فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده، إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وغذي بالحرام، دلالة على مسؤولية المرأة في أكلها من الحلال الصرف، وحياطتها لزوجها في طلب الكسب من وجه حلال والبعد عن الشبهات. وكانت المرأة الصالحة في صدر الأمة، إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب الرزق في الصباح تعلقت بثيابه فقالت له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار. وكانت المرأة الصالحة تعجن عجينها، فيأتي نعي زوجها فتخرج يدها من العجين وتقول: هذا طعام أصبح لنا فيه شركاء، هذا طعام أصبح لنا فيه ورثة مشاركون. بل أكبر من ذلك، كانت الواحدة تجلس في ضوء المصباح، فإذا جاء نعي وليها، نعي زوجها، قامت فأطفأت المصباح تقول: هذا زيت، زيت المصباح أصبح لنا فيه شركاء. وكان من النساء في صدر الأمة الصالح من هي أشد ورعا من الرجال، مثل أخت بشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه وعليها. ذهبت إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فاستأذنت عليه، فدخلت بعدما أذن لها فسألت، فقالت: يا إمام، رأس مالي دانق، أشتري به صوفا خاما فأغزله، فإذا ما دار الأسبوع فجاء السوق ذهبت إلى السوق فبعت الغزل، فكان فارق ما بين الأمرين ما أعيش به أسبوعي، وأشتري برأس المال صوفا خاما ثم أقوم بغزله، فهذا شأني في كسبي. ولكن ليس في كل ليلة يتيسر لي أن أغزل في ضوء المصباح، وربما غزلت في الليلة المقمرة في ضوء القمر طاقة من الغزل أو طاقتين، فهل يجب علي أن أعلم المشتري الغزل أن هذا قد غزلته في ضوء المصباح وأن هذا قد غزلته في ضوء القمر؟ فقال الإمام عليه الرحمة: إن كان هناك فارق بين الغزلين فقد وجب الإعلام. قالت: فهناك أمر أريد أن تخرجني منه أخرجك الله من كل ضائقة. قال: وما ذلك؟ قالت: كنت ليلة أجلس على سطح الدار أغزل في ضوء القمر وقد استتم بدرا، فمر ابن طاهر يعس ليلا مع العسس ومعه المصابيح، فوقع ضوء المصابيح على سطح الدار فغزلت في ضوء المصابيح طاقة أو طاقتين، ثم انتبهت، فهل هذا حلال أم حرام؟ فقال: من أي آل بيت أنت؟ قالت: أنا أخت بشر بن الحارث الحافي. فقال: هو حلال لكل الناس، حرام على آل بشر.